عقد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماعا مع السيد أليخاندرو مايوركس وزير الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمشاركة سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ومعالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة. وأشاد معالي الوزير في بداية الاجتماع بالعلاقات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة والحرص المتبادل على تطويرها بما يدعم مصالح البلدين الصديقين، منوها إلى أهمية العمل على تعزيز التواصل وتبادل التجارب والخبرات الأمنية وتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان لتعزيز التعاون المشترك. وقد تم بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق في مجال الأمن الداخلي وبناء القدرات بجانب مشاريع التعاون المستقبلية في مجال الأمن السيبراني، وذلك بما يسهم في حفظ الأمن وتطوير الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وتقدم الجانب الأمريكي بمقترح توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين، تتعلق الأولى بتبادل المعلومات في مجال الأمن السيبراني، فيما تتناول الثانية مكافحة الاتجار بالبشر وتبادل الخبرات في هذا الشأن. كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك.